مش وقتك الآن. يا مي أيوة واحدة. متقدمين في جبهة الصفراء، وقد سيطرت المشاح على كثير من التباب القائمة على الخط، والمعنويات عالية ومرتفعة، وسيأتي النصر قريب بإذن الله تعالى. كم عمره سواري؟ كم عمره سواري؟ وتقديم العلم الذي ينتفع به طلابنا، ولقد حظينا باكتساب خبرات جديدة ومهارات متطورة ومتميزة من خلال الدورات التدريبية والتأهيلية التي قمناها مع ألمع وأكفأ المدربات القديرة، ولقد سعينا جاهدين على خدمة العلم والمتعلمين. وبديعات تمارين بها طابورنا، أنا على ما عدت أطيق البعد، فقد طال انتظاري للحلم. لستم صفاء وأحمد ومحمد، جيل هنا ذاق المرارة والعناء، عاش الحصار ودمرت أحلامهم والمسكنا، ومدارس دفنت هنا غطى غبار ظلامهم أحلامنا، جاءوا ليحيا بأسنا والجهل في ركب الذين تجملوا بقباحة
عن كشف زيف وجوههم لن يثنى. جاءوا لهدم مدينتي، مدنيتي، لكنني أبقى هنا أملا وحلما ممكنا بمبادرات مثل بذر الخير في أيامنا. وكيف ذاك يا معلمتي سنصيغ أملا وحلما ممكنا، حلما أعيش أصوله وسطوره، علمي لحلمي دافعة، حلما أعيش أصوله وسطوره، علمي لحلمي دافعة. حلمي سيبدأ من هنا. خالد محمد عبد رب القعملاني، وكيل محافظة عدن، المدير التنفيذي لصندوق الإعلاميين والنشطاء، ونقول لكم جميعا اليوم هذه مناسبة أقيمت في تشكيل البحري خفر السواحل، وهي مناسبة تسلم خفر السواحل 16 قارب من جمعية ينابيع منظرة البذور الكويتية، وهي قوارب تستخدم للأغراض الإدارية والخدماتية في الميناء، وهي أساسا أيضا تدعم عملنا الأمني لحماية حوض الميناء في البحر. فلا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن نقدم شكرنا لهذه المؤسسة الخيرية التي تعاونت معنا في ظروف نحن بحاجة ونحن في أمس الحاجة إلى هذا الدعم، خاصة بعد أن تعرضت خفر السواحل لأضرار كبيرة جراء الحرب الظالمة التي شنها الحوثي وعفاش على جنوب اليمن ونهى عدن يعني بالتحديد. فنحن أيضا موعودين من قبل الهيئة التنفيذية للغاثة دعمنا بمحركات لهذه القوارب، وإن شاء الله أن تأتي في الوقت المناسب حتى نستطيع أن نتمكن من تفعيلها على الواقع العملي في البحر، وهي أساسا تخدم عملنا في خفر السواحل.